المهم باش نطلق برنامج ولايه حيث يعتبر من المشاريع الممتازه التي ستساعد في الخفيف. هو في الحقيقة سيدي الوالي هذا يعتبر مقطع من الطريق، هذا تجنب الطريق الاجتنابي لمدينة بوعينان، يعتبر مقطع من الطريق الوطني رقم 29 الذي يربط مدينة مفتاح، الأربعة، بوغارة، ولاد سلامة، بوعينان، نحو السمعة وأخير إلى ولاد عيش، وهذا على مسافة 40 كيلو من ولاد عيش حتى بلوغ ولاية البريدة. كم اللي رافقتونا في هذا اليوم البارد، يوم خير، كذلك نتوجه بالشكر لزملاء نواب البرلمان بغفرته لهم حاضرين معنا، على الأقل نسمح لهم يعني وتكون عندهم فرصة باش يطلعوا على واش يصرى في ولاية البوليدة، ومن حقهم باش يشوفوا وباش ينقلوا الانشغالات تاعنا للسلطات المركزية اللي يشكرهم اللي هم واقفين معنا. على كل حال كذلك اليوم كنتوا حاضرين معنا، شفتوا الانطلاق تاع الانجاز تاع الشطر الاول من الطريق اللي في الجهه الشرقيه، هو الازدواجيه الطريق اللي هو مشروع هام وكبير اللي راح يفك الخناق الموري اللي تعرفوا هذيك الجهه. كذلك هذا تقريبا كما قلت في مع زوج اجزاء واحد اخرين، المجمل تاعهم هو تقريبا 770 مليار سنتيم اللي راح يكون ان شاء الله المده تاع الانجاز تاعهم تتراوح بين كاين 18 حتى 22 شهر، وحنا طلبنا باش يقلصوا هذيك المده لان هذيك الجهات في حركيه كبيره، وهذا ان شاء الله تكون في فائده السكان والمواطن البوليدي. كذلك ان هذا المشروع اهم، عنده اهميه خاصه لان المنطقه هذيك يعني اللي تضم المدينه الجديده بوينان راح تعرف اسكان ان شاء الله من بارتي دو مود افرين، راح يكون عندنا تسليمات كبيره فيما يخص السكن نتاع العدل اللي راح تكون ثم، والسكن الاجتماعي كذلك، حتى الترحيلات اللي رانا نواسيوها كاين جزء اللي راح يسكنوا ثم، ولذلك لازم هذا المشروع هذا تاع الجهه الشرقيه تاع ولايه البوليده عنده اهميه كبيره.